ومع إشارة ربيع ابتدينا اللقاء لليوم، أنا وزميلتي باسكال شمالي إذا الله راد متابعين معكم ورح نكون معكم بطيلة هالنهار. محطتنا الأولى مع الخبير الزراعي مروان حيدر. مروان دايما بيكون معنا مباشرة على الهواء ليخبرنا عن جديده، والحلو أنه دايما عنده جديد بجديد. اليوم حلقتنا مخصصة للمونة، مونة مروان يلي الكل بيحاولوا يروحوا لعنده ويطلبوها مرة بعد مرة بعد مرة، لأنه هو دايما بيكون قراره الأجود والأنسب الأفضل. مروان صباح الخير. صباح النور، يسعد لي صباحي. كيفك اليوم؟ كتير منيح. إن شاء الله دايما. اليوم مروان أنا قلت إنه مروان ما بيرضى بإنصاف الحلول، يعني ما بيقبل إلا ما يكون كل شيء 100 على 110 على 10. اليوم حلقتنا مخصصة للمونة، شو فينا نخبر أصدقائنا المشاهدين عن مونتك يلي كتار عم يجوا يقصدوك حتى من مناطق بعيدة ليخدوا منها؟ صحيح. حبينا اليوم نضوي نعمل حلقة على المونة صراحة، لأنه كتير أوقات بيجينا أسئلة بالواتساب أو على التليفون، شو في أشياء جديدة، شو عم ننزل أشياء جديدة. أوقات من منرقى الصبح، أوقات على الضغط اللي علينا بنكون عم نحكي عن الخضرة بننسى شوي أصناف تانية، أو ما بيكون عنا الوقت الكافي نشرح عن الكل. رح نستفيد اليوم نخبر شو الأصناف الجديدة يلي فايتة على عائلة مونة بيت الزراعة، وبهالطريقة بنكون نورنا أكثر الأصناف الجديدة للناس، نورنا أكثر الناس الأصناف الجديدة يلي عم بتكون عنا. هلا أكيد الأشياء الأوردينير اللي بنعملها دائما نحن اللي هي الخضرة. الخضرة نحن بعدنا كل يوم عم نعمل السلة، بلشنا فيها من سنين ولهلأ بعدنا ماشيين فيها وإن شاء الله على طول. ودائما هون بقول الفضل للأشخاص اللي عم يعطونا أسعار حلوة، الفضل للمزارعين اللي عم يعطونا نوعية رائعة وأكيد بأصناف جيدة جدا، مشان هيك نقدر نبيع بأسعار كتير حلوة. ودائما بقول نحن ما عم نضارب أبدا، يعني عن جد إذا راحوا على غير محل لقوا فرق بالسعر مش معناتها هالشخص عم بيغلي، معناتها هو عم ببيع يمكن مزبوط، بس نحن عم نبيع بالرسميل ومدون. فمن هالمنطلق دائما اللي بيعطينا نحن اسعار بالرسميل نحن بنبيع الخضره، بنبيع الخضره كلها مثل ما هي علينا بدون ما نحط عليها ولا اي ربح. وهون بحب مثل اليوم مثلا عفوا مثل اليوم في عنا شركه الالفا جرين، الالفا جرين بشخص مديره سيس بيتر صقر يلي طلعنا صورنا حلقه عندهم بالعوافي وشفنا هالكميات الكبيره من الخس من الايسبرغ يلي بتنزرع عندهم. واللي بفاجئ اكثر انه بالالوف بمئات الالوف لبل بالملايين صاروا الشطول الخس والايسبرغ كانت عم تتصدر لبرا من لبنان، من مناطق جنوب، من منطقه تربل تحديدا كمان. لما طلعنا صورنا وشفنا هالمساحات الشاسعه عن جد شيء بيكبر القلب. والحلو انه مش بس بلبنان بيحطوا بضاعتهم الرائعه، كمان بيصدروه لبرا، وبتشوف هالكميونات المبرده كلها عم تيجي تحمل كان بالبر بكميات هايله. فحبينا نصور حلقه عندهم وخبرنا عنهم، وهن بذات الوقت من كذا مره صاروا ينزلوا لنا الايسبرغ بدون ما ياخذوا حقهم، ونحن كنا عم نحطهم بسلال كمان بدون ما ناخذ حقهم لحتى نكون عم نعمل الطريقه المضبوطه. وهون بنقول لهم ميرسي كثير عن جد لالفا جرين ولا اساس بيتر صقر. هلا عن جديد لانه بلش الصيام وحب يعملنا جيست، حكي معنا وقالنا انه في عنده خس باسعار كثير منيحه، اذا بدنا تشجيعيه للناس تاخذ منهم. فحبينا نحن ناخذ من الخس تبعه وماشيين فيها هلا فتره منيحه لقدام، يعني كل فتره الصيام حي كل يوم الصبح يكون عندنا خس طازه نازل من شركه الفا جرين على بيت الزراعه لحتى نقدر نحن نوصلها للمزارع للمستهلك عفوا بسعر اكيد كثير حلو. لهن رح نحكي اليوم مثلا عن الاوك، الريد اوك، هالنوع الخس يلي اكيد خس كبيره مثل ما شايفين، كلنا بنعرف قد ايه حقها بالسوق. نحن عم نعملها لانه الفا جرين عطينا السعر حلو، هي 3 خسات ب 10000، هيدا نوع من الاصناف الخس اللي عم يعطينا اياه. كمان عندنا النوع الثاني اللي هو كمان هالفريزي، الخس الفريزي مثل ما شفنا خس كثير كبيره ومعبيه، كمان 3 خسات لانه هالسله ما سعت 3 خسات بس هي سله فيها 3 خسات كمان ب 10000. دائما هون بنرجع نقول الفا جرين ثانك يو. وعندنا كمان الجرين اوك كمان 3 خسات ب 10000، عم بتكون خسه كبيره منيحه واكيد مدروس طريقه الرش ومدروس طريقه الكيماوي المحطوط لها وطريقه الفيتامينات، يعني الالفا جرين يشهد لها بطريقه الشغل. واكيد بس نقول بضاعه الالفا جرين عم تتصدر لبرا، يعني عم نعرف قد ايه مطابقه للمواصفات العالميه. كمان عندنا الفريزي الاحمر كمان هالخس اللي كتير طيب، فصار في عنا تقريبا 4 أصناف خس
بكل سله في ثلاثه وكل سله ب 10,000. هون حبيت بس نور على الفاريتي اللي بتعطينا اياها الفا جرين، النوعيه اللي بتعطينا اياها الفا جرين، والسعر الحلو يلي نحن عم نوصله مثل ما هو علينا للامانه. الفا جرين بيعرف انه بيعطينا 3 ب 10، نحن بنبيع 3 ب 10,000، وهيك بنكون عم نكبر كره هالثلج بالاصناف الموني والخضره اللي عم تيجي لعنا. اكيد رجعنا فتنا فوطه حلوه من فتره. نعم، يعني عم بتفرجينا على الاصناف، وفعلا اسعاره متداوله جدا جدا، يعني ما حدا بيصدق انه هيدا السعر بيومنا هيدا عم تقدر انت تعطيه. قد ايه عم تسمح عفوا لعائلات مش قادره تشتري انه تجي لعندك وتشتري خضرتها وتشتري فواكتها وتتابع حياتها بطريقه عاديه وكانه الغلا مش موجود؟ صح سحر، نحن بس برجع بقول شغلي، الفضل مش لقلنا، لا لبيت الزراعة ولا لقلي ولا الفضل لستاف بيت الزراعة اللي عن جد بيشتغل من قلبه رب مع الناس اللي بتجي، والفضل الكبير هو للمزارع، لناس مثل ألفا جرين، لأشخاص مثل أستاذ ميلاد خير الله اللي كان يعطينا أسعار بالتين مثلا ب 10,000 ليرة، لأشخاص مثل أستاذ جورج شمعون صاحب مطعم جلجامش، أستاذ روجيه حايك من منطقة ترشيش اللي أعطينا أطيب أصناف التفاح، مثله مثل أستاذ جورج شمعون أعطونا أطيب أصناف تفاح بأسعار جيدة جدا، كنا عم نبيع كيلو ونص ب 10,000 تفاح، في مرة عملنا الكيلو تفاح ب 1000 ليرة وكانت أصناف رائعة، يعني الناس عرفت قديش طيبين. فنحن بيت الزراعة هي باساج، نحن لأنه ببيت الزراعة هي أصلا مثل ما قلت قبل بمرة، نحن شركة زراعية بنبيع أدوية، بذور، ترمبات، معدات، كيماوي، سماد عضوي، وعملنا هذا الشيء يلي ثاني مال من الطريق، لأنه يعني كل محل عجنب، يعني عملنا هالشيء الكبير اللي هو طريقة الخضرة، وحبينا ناخذ عهد على حالنا انه تكون هالخضرة قاطعة برسمالها ما بنربح فيها ابدا، بس صارت الشغلة كبيرة، يعني صارت مصلحة كثير كبيرة، صرنا عم نضطر نجيب اكثر ناس تساعدنا، والحلو اكثر من هيك انه الاشخاص اللي بيجوا بيشتروا من عنا عم بخصصوا وقت يساعدونا الصبح، يعني بيساعدونا بالخضرة، بيساعدونا بالسلال، بيساعدونا على الصندوق، بيساعدونا بالكيس، بيجيبوا كيسهم معهم بيوفروا علينا، فمن هالمنطلق صارت عائلة، وصرنا نجي نعمل صبحية الصبح، يعني ماشيين بكير مبسوطين بالصبحيه، نقول ان شاء الله ما بتخلص، يعني بين العشرة وال11 نحن بنوقف، وهون مع البنات تبعك الطيبين بليز 100%. هلا رح نحكي عنهم للبن. الخبريه سحر انه نحن ماكسيموم على العشرة بنوقف، مش لانه بدنا نوقف، نحن بيكون عندنا بضاعه، بس لانه بنعمل عجقات كثير بانطلياس، بنسكر السير، محلات جيراننا الناس عم بتصف قدامهم، يمكن عم بدها تقطع لهم، الله لا يقدر، برزقتهم، يعني ما بدنا حدا ينزعج منا، مشان هيك عم نعمل للساعه 10 ماكسيموم بنكون وقفنا، لحتى نخلي لغيرنا يقدر يشتغل ونخلي السير يفتح برا، لانه مش حلو كثير دائما العشقات كل يوم كل يوم، الناس اللي بتحبنا بصير بطل تحبنا كثير، فبنقول ميرسي لجيراننا كلهم عن جد، يعني عم يتحملونا، بنقول لهم ثانك يو. ومن هالمنطلق كمان اكيد لبلديه انطلياس يلي على طول بتساعدنا بالسير وبتساعد بتخلي عينهم علينا، يعني بطريقه العجقه، يعطيهم الف عافيه بوليسيه البلديه على سلامه عينهم، واكيد بشخص رئيس البلديه الشيخ ايليا ابو جودي. فمن هالمنطلق صرنا عم نعمل للعشره. هلا بما انه فتره الصيام والناس بدها تاخذ اغراضها، عم نرجع نعمل هلا من 6 ل 8، فمن 6 ل 8 بيكون عندنا فوش ثاني من الخضره بينزل، وكمان فيكون كل هالاصناف وهالنوعيه بيقدروا يطلعوا علينا، بس نحن ماكسيموم كمان 8 بنسكر تنقدر نرجع نحضر لوجه الصبح نعمل بقيه السليل لنعملها ثاني نهار. فمن هالمنطلق هيك اللي بيحب يقطع بعد الظهر، خاصه الناس اللي قاعدين حوالينا يلي ما عم تقدر تيجي الصبح وشغلها بعيد، عم بيكونوا يروحوا على شغلهم ويرجعوا، بيجوا هن وجايين من شغلهم بيتبضعوا اغراضهم بين الستة والثمانية، وهيك بنكون امنا لهم حجتهم الخضره. برجع دائما بقول الفضل للناس اللي بتعطينا اسعار، كمان مثل ما ذكرت الفا جرين، استاذ جورج شمعون، استاذ روجيه حايك، استاذ ميلاد خير الله، الشباب كلها يلي بتنزلنا نوعيه، واستاذ نصار يلي بيجيب لنا كمان الكيل. هلا الناس اللي بتعطينا نوعيه حلوه، واكيد بس نقول سعر منيح مش معناتها بضاعة مقبولة، نحن عنا أحلى بضاعة، أجود بضاعة، والناس اللي عم تجي عم تعرف إنه قد إيه هالأصناف مهمة. حبينا نفوت قصة البن عفوا، لأنه لقينا إنه هالجمعة الصبح كنا نضيف قهوة ونشرب قهوة، قلنا ليش ما بتخطر ببالنا بنعمل قهوة لإلنا؟ فتوجهنا عند شخص بنوجه له تحية، سيستوني، سيستوني صالح من الشباب الطيبة، بيشتغل بالبن، وقعدنا نشتغل نحن وياه بأصناف البن ونعمل خلطات، لقينا خلطه طيبه كثير من تقريبا من 5 اصناف بن من كذا محل من العالم، وطلعت هالطعم النكهه الطيبه يلي لذا اول الناس علقوا فيها، ما كنا اول شيء عم نضيف وما نقول شو هي، فالناس كلها حبتها، هي منين جايبينها وهيك، وعملنا البن تبعنا وعملنا سعر كثير حلو،
يعني عملنا وقيت البن ب 24000 وعملنا ال 400 جرام يعني ال 200 ب 24000 وال 400 جرام ب 48000. هون برجع بقول نحن كمان ما عم نضارب، يعني الاستاذ يلي عنده المعمل الاستاذ توني ويعطيه الف الف عافيه، واستاذ مانويل يلي اشتغلوا معنا حبوا يعطونا سعر كتير منيح ونحن حبينا نعطي هالسعر للناس، وبهالطريقه صار عنا كميه بن كتير هيلي عم ياخذوها الناس من عنا. بس كمان برجع بس مروان يعني وقت اللي بكون عم بدنا نعطي بن نحن دعم، بس نحن زعلانين كتير كتير واخد على خاطرنا بيوم جديد، ما بعرف اذا رح نبطل زعلانين ولا اذا رح نضل زعلانين، لانه سميت البيت البن اجندا. لا ما سميته يوم جديد، رجع اعمل بن ثاني كمان جديد وسميه يوم جديد، هيك تصير في مساواة بيننا وبين اجندا. يوم جديد بدنا نعمله كاكاو، شيء طيب كثير. رح نعمل شيء طيب كثير ليوم جديد مثل اجندا اكيد. لا لا ابدا، انتم هيدي عين وهيدي عين، بتعرفوا كيف بدي. لا اكيد عم نحن بلشنا من يوم، انا بلشت من يوم جديد، يعني يعطيكم الف عافيه، بس مهضوم الفكره وهلا اشت على راسي. يلا كاكاو باسم يوم جديد والبن باسم اجندا، كثير منيح. من كل بد من كل بد من كل بد. من قصة البند وقت بلشنا فيها، في ناس يمكن عم تنزعج انه ما عم بيقدروا ياخذوا اكثر من اربع وقيات او كيلو، نحن ما عم نبيع جمله، يعني نحن الهدف انه يوصل بند لاي شخص جاي لعنا على بيته اللي بيعوز وقيه او قيتين او نص كيلو، يعني هذا المنطق واحد ياخذ لبيته او للكيلو ماشي الحال، بس ما فينا نعطي 10 كيلو و20 كيلو، هيدي المشكله اللي عم نواجهها، انه نحن ما عم نبيع جمله ولا باي شيء، لا بالخضره ولا بالموني ولا باي شيء، نحن بنبيع بس نفرق تيوصل المنتج تبعنا لاكبر شريحه كبيره من اللبنانيه. فمن هالمنطلق بليز ما يزعلوا منا يلي عم يطلب كميات كبيره، يعني بنقدر نعطيه نحن يعني الماكسيموم اللي فينا نعطيه هو للكيلو بن للشخص، بس اكثر من هيك بدي اعتذر، ما فينا نعطي اكثر لانه ما بنعطي كميه كبيره، وخاصه الاشخاص اللي عندهم كفيات او عندهم مصالح بيشتغلوا بالبن وداقوا البن وحبوه، يمكن هلا يمكن بعدين نقدر نعمل كميات، بس هي الفكره انه يوصل منتج البن بسعر كثير منيح، نوعية رائعة، طعمة جيدة جدا، والمذاق تبعها بضل يعني في أريار جو بضل واحد هيك حاسس بهالطعمة الطيبة، بس الكميات أكيد بتصور كيلو للشخص كتير منيح، يعني بتأديه على القليلة، ما بعرف إذا بشرب كتير قهوة يمكن بتأديه جمعة، ما بعرف ماني كتير شريب قهوة، بس إنه من هالمنطلق حبينا نضوي على البن ونحكي عنه. من بعد البن انطلقنا ورحنا على دير وحكينا، انا هون عم نور على الاشياء الجديده يلي فات عبيد الزراعه، اشتغلنا على المكترات، اشتغلنا بالمكترات وبالاشياء الورق يلي مثل الغار، ورق الغار اليابس، ورق النعناع اليابس، رحنا على دير واشتغلنا معهم ووجه لهم تحيه كثير كبيره، لانه كمان اخذت معنا وقت كثير نطلع ونجي ونجتمع ونشوف كيف بيعملون، واكيد عندهم نوعيه رائعه، طريقه النظافه رائعه، طريقه الفحص عندهم كمان لانه بيفحصوا بالجامعات وبيفحصوا بمحلات معينه تيطمنوا بالهم، وهون بحب اقول انه عن جد اللي بيشتغل بالدير يعني الطريقه اللي بيعملوها التقليديه ورجعوا فوتوا عليها الطريقه التكنولوجي الجديده، يعني بين تنفترض في عنا الكرك القديمه والكرك الستينلس اللي اشت جديد وطريقه العمل، طلع عنا منتج رائع. من هالمنتج اللي بلشنا فيه هالمكترات اكيد عنا العطر، عنا الغار، عنا النعنع الفيكس بسموه او النعنع اللي بيبقى قاسي البري، وعنا النعنع الجوي، عنا الزعتر اللي كل الناس بتفتش عليه، نحن اكيد عنا اياه شغل دير مثل ما ذكرت، عنا الكينا ورق الكينا، عنا السيترونيل، لافاند كمان موجود عنا، صنوبر والفرفان، وكمان عنا النعنع الجوي. هالاصناف المكترات وبعد في غيرهم، هالاصناف المكترات هن اصناف اكيد مثل ما ذكرت قبل معمولين بدير، نوعيه جيده جدا. انا وجباتي او مهنتي بتوصل على بيت الزراعه ببيع هالمكترات، بس انا ما بقول هالمكترات لوجع الراس، وجع البطن، للاسهال، انا ما بتدخل فيهم ابدا، بس هالمكترات موجوده، نحن مهمتنا بتخلص انه المنتج يكون ببيت الزراعه، يكون نوعيه منيحه جايه من هالدير، وهن عارفين كيف عاملينه بطريقه رائعه، وفينا نقول انه هي اصناف معموله بيتيه اذا بدنا او تقليديه بطريقه كثير منيحه، بس نحن ما يسالونا هي لشو تستعمل او هي لشو تستعمل، في يقدر يجي ياخذ المنتج من عنا ويستعمله، بس اكيد هو بيكون عارف كيف بده يستعمل. كمان رجعنا من بعد المكترات وبلشنا فيها، اشتغلنا على الورق، تلبيس الورق بطريقه اكيد مدروسه تما تروح منه ما ينشف على الاخر وكمان ما يعفن، نعمل منه المليسه، اكيد نعمل الاوريجانو، الزعتر البري، نعمل الزعتر العادي، نعمل اكيد ورق الغار، المردكوش والرومران كمان يلي كثير بينطلب، كلنا بنعرف انه الرومران قديما
قبل ما يكون في برادات اهليتنا من زمان كانوا يفركوا ورق الرمران بالدجاج واللحمه تيقتلوا البكتيريا، وهيدي شغله تبينت بعدين انه مزبوط الرمران كثير مهم تيقتلوا البكتيريا على اللحمه وعلى الدجاج، هيدو اهليتنا كانوا يعملون وهلا رجعت تبين الدراسات انه مزبوط. كمان عندنا نعنع اليابس، نعنع العادي الجوي والبري، الزعتر مثل ما ذكرت، المردكوش مثل ما ذكرت، يعني كل هالاصناف زادت على عائله بيت الزراعه، كمان مثل هي الاصناف كلها معموله ب قلب هالدير، عم بيعملوها بطريقه مدروسه كثير وعم تنجح معهم بطريقه رائعه. كمان رجعنا جبنا الويل اسانسيال وبيجوا بقنان صغار، اللي بيحب يعمل صابون او بيعمل اصناف ثانيه بيزيدهم، بيزيد هالويل اسانسيال على الصابون او على الخلطه اللي عم بيعملها وبيعطي الروائح اللي بده اياها. كمان عندنا الاصناف كلها، عندنا اللافاند، عندنا الارز، عندنا كمان الكينا، عندنا منه السيترونيل، السنوبر، يعني في الخشب، طعمه الخشب او رائحه الخشب، كمان كل هالاصناف بالويل اسانسيال صاروا موجودين عندنا، يعني صار عندنا تقريبا اصناف كثير كبيره زادت على بيت الزراعه، عم طمنين بالنا بالنوعيه لانه اكيد الدير اللي بيعملون، وطلعنا مع الابونا وقعدنا شفنا معهم كيف عم بيشتغلوا، فصارت هالاصناف موجوده. يلي بيتعذب تيلاقي المكترات او الاوراق اليابسه او الويل اسانسيال صاروا زيوت، يعني صاروا موجودين عندنا ببيت الزراعه، نوعيه كثير منيحه، اصناف رائعه، واكيد مثل ما ذكرت شغل الدير يعني بنطمن بالنا في نوعيه جيده جدا. رجعنا بعد فتره من بعد ما كترنا اكيد اصناف المونه، فوتنا البينات بتر، بس فوتنا كذا نوع بينات بتر، كنا عم نجيب البينات بتر العادي بيلفوه ساندويش او بياكلوه من بياكلوا منه بالعشيه او صباح الترويقه، رجعنا لانه في مدارس، فرحنا على دوموزيل اللي بتعملنا البينات بتر ببيتها وبنقول لها ميرسي كثير، عملنا بينات بتر كريمي، يعني اللي بيلف ساندويش بينات بتر ما بقى في منه كرانشي بقى حتى يزعج بلف الساندويش، صار بنلف دغري بخبزه وبياكلوها، وكمان نرجع نعمل بينات بتر على شوكولا وبينات بتر على عسل، وبهالطريقه صار عندنا تشكيله بينات بتر يلي حابب يبعت اولاده على المدرسه مع ساندويش طيب بيقدر يبعت معه هالاصناف البينات بتر. رجعنا كمان انتقلنا صرنا نجيب بريوش واصناف ثانيه كعك وبسكوي. البريوش صرنا بننزل مرتين بالجمعه او ثلاث مرات ماكسيموم، كمان اللي بحب ياخذ معهم على بيته بياخذ منهم بيضاينوا ثلاث اربع ايام وطيبين كثير، وصنع بيت كلهم صنع بيت، يعني احنا ما عندنا كميه كثير كبيره، اصناف صنع بيتيه تنعمل توصل دغري على يعني للشخص وبدوقها وبيعرف قد ايه طيبه. رجعنا فوتنا الاصناف الارمنيه سبيسياليتي ارمنيان، وعن جد لقيت رواج كثير عالي، يعني جبنا النازوك، جبنا الكتا، جبنا تاهينو ناتس، جبنا كثير اصناف صاروا يعملوا لنا اياهم بطريقه تقليديه قديمه مثل ما بيعملوهم كانوا بارمينيا، وطعمه جيده جدا، وصارت تنطلب بكميات كبيره، وهون بدي اقول لهم ميرسي للي عم بيلبونا، مع انه ما في هالكميات يقدروا، لانه يعني منهم مصنع، هو عم بيكون معمول بالبيت، بس الناس كثير عم تطلب، وكتر خير الله عم بيكون كل منتج عم بيفوت على بيت الزراعه، كل الناس عم بتحبه وعم بيحبوا الفكره يلي عم تنعمل منها. كمان في عنا مدام ميرا نزلتنا كل شيء كراكرز، اصناف كراكرز فيهم شيا وفيهم اصناف كثيره، يعني كمان جربناهم من جمعه، كنا عم نوزع وكانوا عم يدقون الناس وحبوهم، وهلا بلشت تنزلنا اصناف جديده. من هالمنطلق بنقول لها ميرسي كثير لمدام ميرا، كمان هالاصناف الحلوه اللي عم تنزلنا اياهم الناس كلها حبتها، حتى صار في عنا خبز شوفان بيعملوا لنا اياهم كمان وبينزلون، وهالاصناف الخبز الشوفان عم بتكون كثير ناجحه، طعمة الخبز كثير طيبه، بس اكيد بتضاين فترة قليلة، يعني بده ياخذ خبز شوفان ما بيضاين كثير مدة طويلة. حلو باصناف بيت الزراعة اكثرية المونة الموجودة، لبل كل المونة الموجودة، اكثرية الاصناف بدي اقول ميرسي كثير لدكتور ميشيل ياس فريم يلي هلا هو بمنطقة باري بايطاليا، والله يرجعه بالسلامة، طلع عمل الدكتوراه تبعوله، هو بيجي بلعنا دائما دكتور فريم، بيعطينا توجهاته على الامن الغذائي، بياخذ الاصناف بيفحصها عنده بيعطينا النتائج، وكتر خير الله أكترية النتائج لبل كل النتائج عم تكون مطابقة للمواصفات، يعني الأشياء اللي عم ناخدها جديد وكنا أخدينا قبل عم نفحصها وعم نطمن بالنا فيها، وخاصة بالزيت لما ناخد الزيت والعسل نعرف إنه العسل فيه كتير، يعني بالدواء ما فينا نعرف إذا فيه ميتولور المواد الثقيلة اللي فيها تأذينا، إذا فيه بكتيريا أو إذا فيه مواد ترسبية من الرش، فنحن العسل عنا عم بيكون 100% فحصه، العسل الزيت كمان 100% الفحص، رب البندوره، رب الحر، صوص طومات كمان كل الفحوصات عملناهن عم بيكونوا مطابقين للمواصفات العالميه، فمن هالمنطلق عم نطمن بالنا، عم نطمن بال الناس اللي عم تيجي لعنا، برجع اكيد بقول ميرسي كثير لدكتور ميشيل ياس فريم يلي على طول واقف حدنا، حتى هو مسافر
على طول عم نتواصل سوا لنكون ابديتد على كل شيء جديد عم ننزله ونكون مطمنين بالنا بهالموضوع، واكيد مع دكتور ميشيل ياسفريم اللي عم يتابعنا خطوه خطوه بنقول له ميرسي كثير. اكيد رجعنا فوتنا دبس الرمان ودبس العادي دبس الخروب، يعني دبس الرمان اللي عندنا اياه معمول بمنطقه راس بعلبك منشف على الشمس، يعني منه محطوط له على الغاز ولا على النار، فمن هالمنطلق نكهه الرمان اللي بقلبه نكهه كثير طيبه، نوعيه طيبه كثير ورائعه، وهيدي الطريقه التقليديه القديمه القديمه، كل اللي اخذ من هالدبس الرمان وخاصه الناس يلي بتيجي على لبنان وبتسافر مونوا حالهم منه، لانه عن جد نوعيه رائعه وكانت كثير ناجحه. كمان دبس الخروب اللي عم يعملوا لنا اياه هون هلا، خاصه اذا ما بقى في خروب، في طريقه جديده بيحطوا الهرم تبع الخروب بالبرادات وبينعمل على قد العدد يلي نحن بنطلبه، بيعملوا لنا اياه هون وبيطلع دبس خروب 100%، ما فيه قطر، منه مغزول، طعمه رائعه جدا، واكيد عم بيجربوا من عنا عم بيكون عم بيعرف قد الطعمه طيبه. نحن مع كل دبس خروب عم نعطي معه كيس كعك، كيس كعك هو لحاله حقه 20,000، بس نحن عم نقدم معه كيس كعك حتى نحمس الناس اللي بتعمل كعك تضلها عم تعمل كعك، والناس عم تعمل خروب يكون عندها شغل اكثر واكثر. نحن الفكره من هالمنطلق بيت الزراعه بيشتغل خضره بالرسمال، بنجيب من اكثر مصادر بيعطونا اسعار حلوه، ومن منرقها للاشخاص اللي بتيجي لعنا بدون اي ربح. الموني ما بنشتغل الا بيت، يعني ما بنشتغل مصانع ولا معامل ولا بنجيب اي صنف من اي بلد عفوا اي صنف من اي بلد ما بنفوته لعنا، مش انه مش منيح بس نحن اخذين عهد على حالنا ما بنشتغل الا مع اشخاص عم بيشتغلوا ببيوتهم. حتى في كتير ناس بلشوا يشتغلوا شغله لحالهم، يعني كانوا بدومين تاني بفيل تاني بيشتغلوا بغير مصلحه، فحبوا يفوتوا اصناف موني يشتغلوا فيها، نحن عم ناخذ من عنه بعد ما فحصناها وطمنا بالنا، صاروا هن عم يجيبوا موظفين معهم او قريبينهم او اولاد خالاتهم او اختهم او خيهم، وصار عندهم اذا بدنا مصنع صغير بالبيت وبيصاروا يشتغلوا لنا. وبهالطريقه نحن دائما اللي بيجي لعنا بندله منين بنجيب، لانه هي منا حكر لنا، نحن الفكره ناخذ هالمونه من الناس ونبيع لهم اياها، بس كمان نحن بدنا ندل عليهم، يعني اون كونتر بارتي خدنا المونه بعناها عجبوهم للناس، حابين ياخذوا ديريكت من المصدر، نحن بنعطي الرقم، بنعطي اسم الشخص، فيهم يتواصلوا دغري معهم، وهيك نحن بنكون طمنا بالنا انه امنا لهالشخص يلي عم يعمل مصنع صغير ببيته او عم يعمل موني صغير موني ببيته، عم يقدر يعطي اكثر كميه لناس كبيره، ناس واسعه، يعني اليوم اذا انا قاعد بانطلياس والشخص عم يجيب من عنده من منطقه الشوف وحدا سالني من منطقه علي، رح دله يطلع على الشوف احسن ما يجي لعندي ويتعذب، وهي طريقه نجحت وصار الكل عم بيعملوها. في كثير ناس سحر عملوا مثلنا، بنقول لهم يعطيهم الف عافيه، المهم يكملوا، يعني المهم يعرفوا ينقوا المنتج ويكملوا بالطريقه الصح، ما يكون يعني ما يهملوا الموضوع، لانه كل شغله بدها ملاحقه. انا ببرنامج العوافي لانه بطلع بصور وفوت على كل المحلات، فوت على المصانع اللي بيشتغلوا فيها او على البيوت اللي بيشتغلوا فيها، على الناس اللي عامله اتوليه صغير ببيتها وعم تشتغل، عم شوف قد ايه في شغف صار عند اللبناني انه يفوت مونته، ناس في اصناف نسيتها، يعني دبس العنب مثلا ما بقى حدا يطلبه، ما بقى حدا يعرفه، منطقه عيطه الفخار هن كثير معروفين بدبس العنب، بس ما بيقدروا يوزعوا على كل لبنان، نحن عم نجيب ديريكت من عيطه الفخار بنحطها عنا ببيت الزراعه، والناس رجعت تذوقت الدبس العنب لما حكينا عنه وكيفوا وانبسطوا واخذوا. حامض الحصروم كمان كان ينعمل بمناطق شمال او باقصى الجنوب ببيروت وهون ما كانوا يعملون، فهلا رجعت عني جديد. لما بلشنا نحكي عن حامض الحصروم كانت الكيلو الحامض صار حقه مبلغ، يعني كان كيلو الحامض صار حقه رقم، نحن صرنا ننصح بحامض الحصروم، الناس اللي ضاقت حامض الحصروم عرفت قد مهم، تعلقوا بهالنوعيه بهالمنتج وصار على طول موجود ببيتهم. فمن هالمنطلق نحن عم نضوي على اصناف نقدر نضل نعطي منها للاشخاص اللي عم تيجي لعنا، ونخلي اللي عم يعمل هالمنتج يضل عم يعمل هالمنتج، يعرف انه شو ما عمل نحن عم نقدر نصرف له. لما طلعنا على الهرمل طلعنا عن سيز مرتضى وزرع كان الزعفران، بس كان عنده مشكله سيز مرتضى وانا بحبه كثير وهو بيعرف، وجه له تحيه، صورنا حلقه عنده بيقول لي انه ما عم يقدر يصرف الزعفران لانه ما في ناس، يعني منه كثير بالكلتور تبع بلبنان او منه كثير بالثقافه اللبنانيه يشتري زعفران. طلعنا ببرنامج يوم جديد وطلعنا باجندا وطلعنا بالعوافي وحكينا عن الزعفران، وهلا اكيد استاذ مرتضى بيعرف انه ما بيضل عنده ولا شويه زعفران، يعني دائما بنطلب منه بيكون ما بقى عنده، لانه الناس رجعت عرفت بالزعفران، دلينا عليه طلعوا اشتروا من عنده، نحن اخذنا اغراضه وبعنا له اياها هون. وي سحر
يعني الحديث معك لا يمل، لأنه فعلا دايما عندك شيء جديد، ودايما بتحاول عبر النوعية والجودة والسعر المناسب تقدم أفضل خدمة للمستهلك. فألك أطيب التحيات مروان، نحن وقتنا شرف إلى النهاية، أكيد لقائتنا دايما معك عبر يومنا الجديد كل نهار الأربعاء بمثل هالوقت. شكرا لألك، مرسي، نهاركم سعيد. أهلا وسهلا فيك مروان. نحن أصدقائنا متابعين معكم رحلة يوم جديد، ولكن هلأ منروح لناخد بريك صغير ونواصل.